فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هل استعمال السبحة لأجل التسبيح بها يعد من باب البدعة؟ إذا كان يعتقد أن فيها فضيلة فإن هذا بدعة، أما إذا كان يعتقد أنه لعد التسبيح فقط مثل العد بالحصى ولا يعتقد فيها فضيلة فهذا لا بأس به، وإن كان بعض العلماء يقول لا يجوز لأن هذا شعار الصوفية ولا يجوز أننا نجيزه للناس. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.